فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه ان النعمان بن قوقل رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت يا رسول الله اذا صليت المكتوبات واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه؟ قال نعم وفي رواية في صحيح مسلم أنه قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال النعمان بن قوقر رضي الله عنه والله لا أزيد على ذلك شيئا والله لا أزيد على ذلك شيئا هذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام النعمان بن النعمان ابن قوقل النعمان ابن قوقل كثير من المسلمين الان لا يعرفون ابن قوقل رضي الله عنه ولا يعرفون كثير من الصحابه ولكنهم يعرفون ومعرفه يوميه قوقل ولكن بكسر القاف الثانيه يعرفون قوقل ولكن بكسر القاف الثانيه المحرك البحث جوجل يعرفونه هذا يعرفونه معرفه جيده وكل يوم ينشغلون مع جوجل ويدخلهم هذا الى اشياء ومتاهات وافكار وامور وانحرافات اما الصحابه لا ابن قوقل ولا غيره معرفتهم بها بهؤلاء ضعيفه جدا وعقولهم وافكارهم مشغوله مع جوجل وما يوصلهم اليه من متاهات ومصائب وانحرافات والله المستعان